احنا شغالين في هذا المشروع تقريبا من 5 سنوات. طبعا عارفين ظروف كورونا وال يعني الهبوط الاقتصادي اللي حصل انه يعني الشغل وقف، فالتجارة للتسويق الالكتروني. فجربنا دخلنا مع جوميا والحمد لله توفقنا، صرنا معهم تقريبا بداية السنة. احنا بنشتغل في الدريسات، نشتغل في بلاطين الخروج، بنشتغل في ترنجات. المنتج ده سمعتي، نظافته وجودته كخامة وكتصنيع وفينش، ده هو سمعتي. الناس اللي بتشتغل عندنا ناس موظفين برواتب شهرية، فاحنا مش معتمدين على الانتاج. انا بيهمني طلع لي حتى فينش نظيف. التسوق الالكتروني خلانا نتخطى المرحلة دي ونكمل وما نقفلش. لو فتحت مكان مش هيكون عليه اقبال من جمهور، بعدين المحل هيكون في مكان معين، بس انا مع جمهور بشتغل في مصر كلها.